يا مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ لايف على نايل لايف. النهارده يوم غريب شويه، انا بالنسبه لي اول مره اشتغل، عندي 2 صنف هنعملهم اعاده تدوير. يعني ايه اعاده تدوير؟ حاجات في الثلاجه بايته ومش الولاد مش حابين ياكلوها ولا احنا، بس حرام ارميها. دايما الرز الابيض فته بقى مش عارفه ايه، بتلاقي فايض عندي كتير، حرام. لا هم عايزين ياكلوه ولا انتي حابه تدخليه في حاجه تانية ولا عارفه تعملي حاجه. هنعمل ايه بقى بيه؟ هعمل لكم رز بالبشاميل بالرز البيت اللي عندنا. وعندي حاجه تانية، الفراخ مسلوقه مشويه محمره مشويه جريل صدور، برضو هعملها لكم اعاده تدوير وهنعملها شاورما. الجديد بقى اللي هو مش اعاده تدوير، هنعمل كبد الفراخ بالبطاطس بتتبيله حلوه قوي، وهنعمل عصير الافوكادو. تمام كده؟ يبقى احنا النهارده ننزل بالمنيو بتاعنا على الشاشه. النهارده عندي عصير الافوكادو، وعندي كبد فراخ بالبطاطس، وعندي رز بالبشاميل والخضار، وعندي شاورما فراخ. الرز والشاورما اعاده تدوير لايتم عندنا في الثلاجه وعايزين نظبطه ونقدمه بشكل جديد، والعصير والكبد هي اللي هتبقى فريش، هنعملها فريش موجوده عندنا. نبتدي بالرز بالبشاميل، لان هو فيه تركتين، هنعمل بشاميل وهنعمل الخضار فيه. فننزل بمقاديره، يبقى الرز بالبشاميل والخضار اعاده تدوير الرز المستوي. هناخد 2 كوباية رز مصري، ده لو انت هتعملي، انت لو عايزه تعملي هقول المقادير واشرح لكم. وماده دهنيه خضار مشكل بسله وجزر وفاصوليا، 2 دقيق و2 كوباية حليب، قشطه، ملح، فلفل، قرفه، جوز الطيب. تمام كده؟ صوري او اكتبي. وعايزه اقول لك حاجه، نفترض بقى ان احنا ما عندناش رز مستوي وعجبتك الوصفه بتاعت كارول النهارده، سوي 2 كوباية رز وايه؟ واشتغلي بيهم. احنا الخضار طبعا انا عندي فروزن، ماشي؟ فايه احنا نديله تيست كده شويه، يعني انا مش هحطه زي ما هو. فناخده وناخد الماده الدهنيه ونقرب حاجه البشاميل. عندي حاجه البشاميل، طبعا احنا البشاميل اللي احنا كل مره بنشتغل بنقول احنا البشاميل ازاي، كل 2 دقيق عليهم 2 كوباية حليب. تمام كده؟ بس انا عايزه ادي تيست للخضار شويه. فنعمل ايه بقى؟ احنا هنشتغل دلوقتي في الخضار والبشاميل. هاخد حبه سمنه، وهاخد هنا برضو حبه سمنه او زبده او زيت اللي موجود واللي انت حباه. الخضار النهارده انا عاملاه بسله وجزر وفاصوليا. انت ممكن تدخلي حاجات تانية، ممكن تدخلي بروكلي، ممكن تدخلي بطاطس، ممكن تدخلي قرنبيط اللي موجود عندك. يعني انا هنا حطيت الماده الدهنيه في الحاجتين، بس انا حابه ادي تتبيله كده وتحقيقه كده للايه، للخضار. هنزل هنا بالبصله بتاعتي، بصله مبشوره ناعمه، زي ما قلت انا مش هحمرها، بس ايه، نحيق الخضار شويه كده ونديله ايه، ريحه كويسه وطعم كويس. تمام؟ عندي بقى البشاميل اللي هشتغل فيه برضو. المره اللي فاتت انا اشتغلت الاسبوع اللي فات كوسه بالبشاميل، بس كنت مجهزه البشاميل قبل الهوا، حبيت اشتغله معاكم النهارده هوا. اداه تقريبا 2 دقيق، والماده الدهنيه عندي اهي، ممكن نحط زبده، بس انا النهارده عاملاها بالسمنه. الماده الدهنيه شويه في البشاميل، طالما هتعملي الخطوه ديت ممكن تبقى كتيره شويه. في ناس بتعمله على البارد، صح؟ برضو حطي الدقيق على الحليب وقلبيهم او اضربيهم في الخلاط عشان ما يكلكعش وتبقي ضامنه. وزي ما قلت برضو الاسبوع اللي فات، احنا لو البشاميل كلكع منك على النار، اعملي خطوه الخلاط ديت ومصفى سرك، الدنيا ترجع زي ما كانت. تمام كده؟ اهوت ايه، نعلي النار دي كده شويه. ممكن برضو عندي مثلا حبه لحمه مفرومه معصجه، ممكن اضيفها للخضار ومع الرز. عندي صدور فراخ مثلا، ممكن ادخلها. لحمه مسلوقه قطعيها زي ما انا مقطعه الصدور كده ودخليها واشتغلي بيها. هم مش هيفكروا خالص ولا هيحطوا في دماغهم ان انت عامله كده، بس ظبطي الحاجه، حرام. يعني حبه رز ابيض عندك حرام. مش هقولك ينفع برز شعريه او رز واحده وواحده، هو ينفع برز بسمتي ابيض والوصفه ديت ورز المصري بتاعنا هي اللي هتنفع بيها. تمام؟ انا هنا كده
مش زي ما قلت انا مش هحمر البصله بس، تتفاعل مع الماده الدهنيه شويه. ممكن نحط لها حبه فلفل اسود. انا بحب دايما احط البهارات والتوابل على الماده الدهنيه، الريحه بتبقى حلوه. تمام، قلبي بقى فيها كده وانا بقلب فيها. هنزل بقى بالحليب وايدي فيه زي ما قلنا، مش عايزين نقوم نحط في الخلاط. ماشي، قلبي بقى كده. طبعا انا مش قايله كريمه لباني النهارده لان انا عندي قشطه هشتغل بيها كفايه قوي. تمام، ايدك بقى فيه كده كده. تمام قوي للبصله، انا مش عايزه كده اكتر من كده. انزل بالخضار بتاعي. تمام، عايزه تحطي نص مكعب مرق يدي تيست كويس، مش عايزه، انا كده كده طعم الخضار هو اللي حباه، وممكن تحطي مكعب خضار. تمام كده، قلبنا كويس. انا هحط ايه يعني ربع فنجان مي. انا بقى ايه هسيب البشاميل على النار شويه والخضار شغال ونطلع فاصل ومستنياكم. مساء الفل. انا هنا انا بطلع بطاطس، انتوا لسه ما تعرفوش البطاطس دي انا هعمل فيها ايه، بس انا هقول لكم دلوقتي. انا عندي البشاميل على النار وعندي الخضار زي ما قلت، احنا حطينا ماده دهنيه ونزلنا ببشره بصله مبشوره ناعم، ونزلت بالخضار بتاعي. انا النهارده حاطه فيها بسله وفاصوليا وجزر. قلت قبل الفاصل احنا ممكن نستخدم خضار تاني، ممكن لو عندي لحمه معصجه، لحمه مسلوقه، فراخ، صدر فرخه، بقطعهم وهديهم تيست برده كده يتحيقوا زي ما بيقولوا، واشتغل بيهم اعلي القيمه الغذائيه بتاعه الطبق. البطاطس دي هقول لكم بتاعه ايه، بس احنا ايه حمرناها. انا هنا شغاله بقى في البشاميل زي ما قلت برده، مقادير مره تانيه، كوبايتين حليب مع 2 دقيق مع مادة دهنية، زبدة، زيت، سمنة، أي مادة دهنية أنت هتفضليها. أنا هنا الخضار عندي طبعا عشان فروزن هو شبه أصلا مستوي يعني نص سلقة. أنا هنا اديته شقشق مية بسيط جدا، بس هظبط الملح بتاعه وإيه عشان نشتغل بيه. أنا حطيت له حبة بهارات وحبة فلفل أسود، حيقته قبل ما نطلع فاصل. زي ما قلت انا مش هحط النهارده كريمه لباني عشان انا عندي قشطه. القشطه بقى ايه بتتباع، ما لقيتيهاش لان الايام ديت صعب تلاقي قشطه، لان هو الشتاء وموسم تخزين الزبده، فما بتلاقيهاش كتيره الا اذا لو حاجزه مع المكان. نفترض ما فيش، هاتي بقى انت الحليب كده وعلبه ازاز تبقى عندك او علبه بلاستيك، وشيلي وحطي في الفريزر، بس ما تحطيش قشطه مش بتاعه الحليب وترجعي تحطي قشطه على قشطه، لا خلي كل حاجه لوحدها. يعني كل حليب تجيبيه وتشيلي قشطته خليه لوحدها، ما تحطيش ده على ده، لان القشطه ساعات بتمرر. فعشان ما تبوظيش الدنيا خلي كل شيله قشطه ماشي تبقى لوحدها. اشيلها ازاي؟ شيليها بمقصوصه، هيبقى كده مش هتشيلي حليب وهتشيلي القشطه بس. تمام، فانا عامله كده حتى النهارده. انا مش حاطه، مش جايبه قشطه من عند المتباعه ماشي، انا دي قشطه حليب عندي. تمام، هاخد حبه احطها في البشاميل واخلي الحبه التانيين اقول لكم نعمل بيها ايه. اهي بدات اهيت. بصي البشاميل اللي خدميه كويس واعمليه كويس هتشتغل بيه حاجات كتير جدا، ولما يفيد منك بشاميل ما ترمهوش ماشي، هتشتغلي بيه تاني. يعني انا بقول دايما اعادة تدوير الحاجة، بس المهم ما تغيبيهاش، يعني اسبوع في التلاجة وهتشتغلي بيها. انا كده الخضار كده بتاعي تمام، ناخده هناك كده لان احنا هنشتغل هنطبق الطبق هنا. تمام، البشاميل اللي بقى نبص عليه، ناخد التوابل بتاعته. ايه التوابل بقى بتاعته؟ فلفل اسود وقرفة، ادي القرفة وادي جوز الطيب، بشر جوز الطيب. وقلت قبل كده جوز الطيب نجيبها صحيحه ومبشره صغيره عشان التست بتاعها بيبقى احلى لما بتجيبيها مطحونه. احنا كده اهوت شغالين كده تمام.
البشاميل بتاعي انا مش عايزاه تقيل قوي وبرده مش عايزاه خفيف قوي. ايديك بقى فيه، ناخد نضرب في زي ما قلت، في ناس بتعمله على البارد، شغال برضو على البارد مش هيقول لا. ماشي، بس الحته بتاعت الزبده وكده بتدي تيست كويس ليها. ممكن نعمله بحليب خالي الدسم، ودلوقتي في كريمه لباني برضو لايت، فاحنا ممكن نعمل كل الحاجات ديت، بس برضو الاعتدال في اكلها، حتى لو خالي الدسم او لايت الاعتدال في الاكل فيها برضو كويس. تمام، احنا كده شد خلاص. الرز زي ما قلت، الرز الابيض ده عندي كان جاهز، نفترض ما فيش، يبقى برضو حتة زبدة او حتة سمنة مع حبة زيت، لازم معلقتين زيت مع اي رز بتعمليه، وتكوني غسلة الرز، او في انواع ما بتستاهلش الغسيل وتحمصيه شوية، فص مستكة، فص حبهان، ممكن ورق لوري، نكهي الحاجة عشان يبقى طعمها حلو. مية سخنة وبتسويه رز ابيض عادي. بس احنا النهاردة بنشتغل على الحتة اللي هي بتاعت ايه، اعادة التدوير. تمام كده، البشاميل اللي كده بتاعي ايه، خلاص. احنا بقى نشتغل هنا كده شوية، نجيب القشطة عشان اقول لكم هعمل بيها ايه، والحليب ده كده خلاص. انا هنا بولة عندي كبيرة وفيها ايه، الرز زي ما انتم شايفين. انا بس اظبط الملح بتاعها كده، وراعي ان الرز اصلا بتاعك مملح. تمام، حبة صغيرة على الرز كده. تمام، انا ونقلبها، حط حبة كمان وتقلبيها. بتعمليه بقى في بايركس، تعمليه في صينية. انتوا عارفين كمان ان احنا ممكن نعمل الخطوة ديت مع الرز المعمر؟ انا معايا على تليفون دكتور هبه عصام الدين. اهلا يا دكتور، مساء الفل. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا استاذ. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ اه الحمد لله. انا النهارده معايا عصير افوكادو. اه ايه رايك؟ حلو جدا، يعني مفيد جدا، من اكثر الحاجات على فكره المفيده الافوكادو، فوائده كتيره جدا جدا. هو كنوع من انواع الفاكهه طبعا طعمه لطيف، وهو كمان مليان فوائد، مليان اوميجا 3. اوميجا 3 دي مهمه جدا طبعا عشان صحه القلب، وكمان عشان المضاد الاكسده هايل. والاوميجا 3 دي من الدهون الصحيه اللي احنا محتاجينها، احنا كل يوم بنحتاج دهون صحيه، على عكس ما الناس فاكره ان احنا مثلا نمنع الدهون خالص، لا احنا محتاجين نوع دهون صحيه، ده بيفرق جدا. يعني الدهون الصحيه دي هي بقى اللي بتقلل الدهون الضاره، والدهون الصحيه دي الاوميجا 3 مثلا بيقلل الكوليسترول. تمام، فاحنا لما بناخد حاجات فيها دهون صحيه زي الاوميجا 3 والحاجات دي كلها مفيده جدا للمخ ووضع الاكسده، بتقلل الدهون الضاره زي الكوليسترول، بتقلل تصلب الشرايين، بتحافظ على صحه القلب كمان. في مواد اكسده بتحسن المناعه، يعني الافوكادو من الحاجات اللي مليان حاجات بتحسن المناعه، وكمان مليان فيتامينات كتير جدا، في فيتامين بي، وفي فيتامين اي، في حاجه كذا كذا نوع من انواع الفيتامينز المهمه جدا للمناعه وتحسين صحه الجسم عموما. هو الافوكادو ده حاجه بجد يعني مليانه فوائد، ولكن بقى عندنا هنا بعض الملاحظات، ان الافوكادو شويه سعراته الحراريه عاليه. بالظبط كده، فالناس اللي هي عايزه تنقص وزنها يا ريت ما ناخدش منه يعني كتير، او هناخد مقدار صغير، لان ال 100 جرام منه فيه سعرات حراريه ممكن توصل ل 160 ل 200 كالوري. وانا النهارده حاطه فيه ايس كريم، يعني مش عاملاه ساده، يعني حاجه دسمه، وجبه دسمه. فده بقى كده حلو قوي لمرضى النحاس، الناس اللي عندها نحاسه او اللي عايز تزود وزنها، الافوكادو من الحاجات الحلوه جدا جدا ياخدوه، بس ياخدوه بالليل بقى كمان، عشان هما لو خدوه في نص اليوم هيقصر الشهيه شويه. فياخدوه مثلا بالليل عشان يبقى مش هياكلوا حاجه بعدين. يعني في علاج النحافه يتشرب بالليل افضل. اه بالظبط، يعني لان هما لو كان شربوا مثلا عصير الافوكادو ده الصبح مثلا، لا هيقفل، لان هو فيه الياف كمان، فهيقفل الشهيه شويه، فاحنا ممكن ناكله كمان او نشربه بالليل عشان يكون ايه، خلاص مش هنحتاج حاجه بعديه. آه هو مفيد جدا، سعراته الحراريه عاليه، غير كمان سعراته الحراريه عاليه، هو فيه دهون صحيه، يعني انا مش هدي برضه مرضى النحافه دهون ضاره، مش هقول لهم خدوا حاجات مثلا مقليات بقى وكده، لا هقول لهم خدوا الدهون الصحيه والسعرات الحراريه العاليه من الاكل المفيد زي الافوكادو، زي التمر مثلا، برضو من الحاجات الحلوه قوي والمفيده اللي مليانه فوائد، سعراتها الحراريه عاليه. تمام، بيديها لمرضى النحافه. العنب من الحاجات الهايله جدا برضو لمرضى النحافه، التين، المانجا، الموز، الحاجات دي كلها، الفاكهه دي كلها مفيده جدا جدا،
وفي نفس الوقت غنيه بالسعرات الحراريه العاليه اللي ممكن تساعد مرضى النحافه، وبرضه يا ريت مرضى السمنه يتجنبوها بقدر الامكان، يعني يبعدوا عن الفاكهه اللي احنا قلناها. حاجه اخيره برضه مهمه جدا، مرضى النحافه طبعا يا ريت حاجتين مهمين قوي يا تنصحهم بيها. اتفضلي. اول حاجه مهم جدا ان هم يعملوا تحاليل قبل اي حاجه، لان ممكن تكون الامراض دي عندهم، مثلا النحافه دي نتيجه غدد درقيه، نتيجه فيلان، نتيجه اي مشاكل في الجسم عموما. مهم جدا قبل اي حاجه يعملوا تحاليل، يروحوا لدكتور متخصص. الحاجه الثانيه كمان يا ريت نبعد عن الكورتيزون، يعني في برضه مرضى نحافه بشوفهم كتير جدا بيستسهلوا ويقول لك لا انا سمعت الحوار ده يا دكتور، ان هم بيلجأوا لعلاج في حاجات فيها كورتيزون من نفسهم ساعات عشان يزيدوا. لا لا دي كارثه كارثه والله، وفعلا هي هتزودهم في الوزن بس هتعملهم مشاكل صحيه عديده جدا. الكورتيزون اصلا مضر جدا على المدى البعيد، ده احنا بنديه للمرضى يعني في ادق الحدود اللي هم محتاجينه فعلا. بس ما ينفعش بقى حد ما عندوش مشاكل او بنت مثلا عايزه وياخد كورتيزون كتير هينفخها ماشي شويه، ولكن هو هيدمر لها حاجات كتير جدا في صحتها. فانا بحذر طبعا تماما ان مرضى النحافه ياخدوا كورتيزون. اهم حاجه يروحوا يشربوا افوكاتو، يشربوا العصير يعني والفاكهه اللي احنا قلناها برضه، اللي هم الحاجات اللي احنا قلناها دي، ويبداوا برضه ياكلوا كميات كويسه، يلعبوا رياضه. على فكره الرياضه برضه من الحاجات اللي بتفيد مرضى النحافه، يعني على عكس ما الناس متخيله ان هم لما يلعبوا رياضه هيخسوا، لا هم على فكره لما يلعبوا رياضه يبقى عندهم كتله عضليه، فده هيساعدهم جدا ان هم يتخلصوا برضه من النحافه، ده شيء مهم قوي. ميرسي المعلومات اللي حضرتك دايما بتديها لنا في البرنامج، وشكرا للدكتوره هبه عصام الدين استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه، بشكرك يا دكتور. شكرا. ميرسي. زي ما سمعتوا ما نروحش من نفسنا كده نعمل حاجات كده ونندم عليها بعد كده، الموضوع عايز صبر، زي ما الدايت عايز صبر برضو علاج النحافة عايز صبر. انا هنا حطيت جزء من البشاميل على الرز، وبحط زي بالظبط كانك بتعملي بشاميل بالظبط بالظبط، يعني مكرونه بالبشاميل. ماشي، هاخد هنا حبه. طبعا احنا الرز بتاعنا يعني ريحته تحفه، لان انا زي ما قلت محطوط فيه فص مستكة وفص حبهان ومدلعاه كده، يعني مش رز ابيض وخلاص يعني، وزي ما انتم شايفين مفلفل، ده هو شويه فقد فلفلته لما حطيت حبه بشاميل عليه. يلا بقى ننزل بالخضار. طبعا انتم متخيلين القيمه الغذائيه اللي فيها، عندك بقى حته فراخ، حته لحمه، حبه لحمه معصجه، ممكن تعملي اللي انا عملته ده وتستكفي بيه خالص، كل واحد ياخد حته في طبق وانت كده ظبطتيهم كلهم، يعني اديتيهم نشويات واديتيهم طبعا البروتين في النوع اللحمه اللي عندنا، وفي حليب وفي رز وفي كل، يعني هي وجبه الصنف ده وجبه متكامله من كل حاجه، لان هم ساعات ممكن ما بيردوش ياكلوا الخضار البسله او الفاصوليا، فدايما اتحكي عليهم، هم اولادنا بيحبوا كده، اتحكي عليهم العصاير، الفاكهه اللي ما بياكلوهاش قبليها عصير، الخضار اللي مش بياكلوه دخليه في حاجات كده زي ما انا النهارده عامله، الدنيا هتبقى تمام. تمام، نشيل بس الرز الواقع ده. زي ما قلت يعني انت حتى لما تيجي تعملي بشاميل وفاض منك عينيه لحاجه زي كده هيبقى كويس. ادي بقى كده ناخد البشاميل اللي عندي، انتوا تقريبا قلت كل معلقتين دقيق عليهم كوبايتين حليب، وحطيت معلقه قشطه عليه. تمام، انا مش مكتره قوي البشاميل، مش زي المكرونه والنجريسكو او البشاميل او الكوسه. ادي بقى بقيه القشطه، بقيه الجرم ده نحطه ايه فوق الوش. طبعا مش هحط جبنه موتزاريلا ولا شيدر ولا الحاجات اللي احنا بنحطها، لان هو رز مش نوع باستا يعني. تمام، وزعيها كده، واحلى رز بالبشاميل. تمام، نحطها بقى في الفرن كده، وايه ونشتغل بقى ايه في حاجه تانية. بس امسح كده عشان ما يتحرقش، ممكن طاجن كمان هيبقى ظريف جدا، بس انا حابه البايركس عشان الخضار يبقى باين والرز باين. وادي طبق اتعمل بسرعه جدا، بس خلي بالك احنا كل حاجتنا كل حاجتنا مستويه، فهو مجرد بس هياخد لون مش اكتر. انزل بس بالرف، ما بتحطهوش طبعا على لحم الفرن زي ما بيقولوا، بتحطيه على الشبكه لان هو كله مستوي، احنا بس ايه هناخد لون بس ويتفاعل مع بعض. تمام، نشتغل بقى في ايه تاني؟ ممكن نشتغل بقى في الكبد، ننزل بالمقادير بتاعتها.
الكبد الفراخ بالبطاطس المحمره اللي احنا كنت بحمرها معاكم. عندي مقادير بقى بعد اذنكم. عندي نص كيلو كبد فراخ، ماشي. عندي فلفل حار، عندي ملح وفلفل وكمون وبهارات وزيت، طماطم مبشوره، ثوم مبشور، تمام. كبد فراخ بالبطاطس، يبقى انا قلت زي ما انتم شايفين انا الكبد انا جايباها وغسلاها، يبقى نص كيلو. عندي فلفل حار، عندي ملح وفلفل، عندي كمون وبهارات، زيت، طماطم، ميه مبشوره، ثوم مبشور، بصله مبشوره، مكعبات بطاطس محمره او صوابع بطاطس محمره او التقطيع اللي انت عايزاها، بس هي شكلها هيبقى ظريف بالمكعبات. تاني بقى نقول المقادير مع بعض. يبقى نص كبد فراخ، فلفل حار، ملح وفلفل، كمون، بهارات، زيت، طماطم مبشوره، ثوم مبشور، وبصله مبشوره، مكعبات بطاطس محمره، تمام. احنا طبعا انا غسله الكبد، وعايزه اقول لكم بقى حاجه. الكبد طبعا انتوا عارفين ان احنا دايما الفراخ او الطيور بنغسل بملح وخل وليمون وكلام من ده. الكبده بالذات الوحيده اغسليها واعمليها بالخل بس، اشطفي على طول، ما تحطيش في مصفه وتستني شويه لغايه ما زفاره تنزل لانها هتتهري. بس يعني انا عن نفسي في ناس تقول لك بحبه ملح وخلاص، لكن لا، انا لازم الليمونه وحبه الخل عشان ريحه الزفاره، او انا ما اعرفش يعني، انا بحب كده. بس اهم حاجه تشطفي بسرعه جدا، تمام. احنا بقى نروح هنا بالبصلايه والفلفل بتاعنا، وايه، وهقول لكم هنعمل ايه. لازم الطاسه برده تبقى سخنه قوي في اي لحوم او اي حاجه بنعملها. هي الطاسه بتاعتي اهي، تحط حبه زيت، هي دي بالزيت بقى، مش هقول لك بقى ايه اي ماده دهنيه، لا دي انا محدده لك فيها ايه، زيت، تمام. ادي الزيت بتاعي اهو، تمام. اخد بقى حاجه كده، انزل بالبصله الاول، انا عايزاها تبقى سخنه عشان الكبده لما تنزل، وبصله يعني تبقى محترمه كده يعني حلو، لان الصوص بتاعها بيبقى حلو، تمام. زي ما قلت زيت مش سمنه ولا زبده. انا مش هحمرها برضو زي ما انتم معاهديني في شغلي، انا مش هحمرها، انا بس هخليها تتفاعل مع الماده الدهنيه. احط عليها شويه ايه، حبه فلفل اسود كده وهي ايه على النار، احس بريحته. هقرب برضو الحاجات ديت كده جنبي. يلا بقى ننزل ايه، فلفل حراق، مش حبه فلفل حراق، ممكن نحط فلفل بارد، بس هي بتبقى حلوه. حط حبه وخلي حبه جرنشن، ماشي. خليني بقى كده ونقرب برضو الكبد، ما تنزليش في كبده بقى، كبده فراخ او كبده عاديه، ما تنزليش فيها في الماده الدهنيه وتبقى الطاسه بارده، هتفقد سوائل كتير فيها. طبعا هي الكبده فراخ من الاصناف اللي هي اقتصاديه، ماشي، ناكل منها بس برضو ما نكترش، لان برضو زي يعني خلينا دايما معتدلين، ما نزودش فيها برضو في كبدة الفراخ، تمام. انا هنا كده ريحه الفلفل مع البصله ما اقدرش اقول لكم تحفه. ممكن ناكلها بعيش، نعمل جنبيها بابا غنوج، ممكن نعمل رز ابيض جنبيها، رز بسمتي، فهنوظفها، بس هي بالعيش احلى، تمام. يلا بنزل بالثوم بتاعي. زي ما قلت انت وين يعني هتيجي نص ساعه هظبط لهم الاكل، وعامله اكل في البيت. الموضوع مش ما فيهوش عقد خالص في الوصفه، سهله لو عملتيها زي ما قلت. الوصفه اللي في الفرن احنا ممكن نقدمها لهم، ممكن تعمليها الصبح وانت نازله عينيها في الثلاجه، تبقى على دخولها الفرن، جهزي الخامات وعلى تطبيقها لما ترجعي، هتحطيها في الفرن وهتروحي تشوفي حالك لغايه ما تخلص. الوصفه بتاعتي ديت في 10 دقائق هتخلص دلوقتي، وهنقدمها عيش معاها رز، واسمك اكلتيهم حاجه بيتي واقتصاديه برده مش مكلفه. ممكن تتعمل الوصفه دي بكبده كندوز عادي او كبده بتلو، بس انا عاملاها النهارده بالكبد. ممكن تتعمل بكبد واقوانص، بس هنضيف القوانص الاول والقلوب عشان تستوي، وهبتدي انزل بعد كده بالكبده. احنا هنا انا بشرة طماطمية
ممكن تحطي معلقه صلصه. يبقى احنا كده بنقول كل حاجه وبدائلها، تمام. لكن انا الطماطمايه بشرها، وزي ما قلت وبقول ان احنا كل تقطيعه للطماطم او البصل او الثوم بتدي تيست معين، فانا بشرها لتيست معين انا عايزاه، مش عايزاها مقطعه. حبه ملح طبعا، احنا عارفين احنا هنحط بطاطس، فالملح حتى لو طلع منك زياده، بس انا مش بقول كده يعني تنسوا نفسك وزودي في الملح، البطاطس هتمتص، تمام. يلا بقى، انا كده الطاسه بتاعتي جاهزه ان انا انزل عليها بالكبد وسخنه، تمام. هنزل بقى كده بالكبد بتاعتي عليها، تقلبي تقلبيش كتير عشان ما تتهريش، يعني انا التقليبه دي وهستنى شويه لغايه ما لونها يتغير واقوم قلبه، مش هقعد اقلب بقى يمين وشمال، تمام، عشان ما تتهريش مني وكل فص في الكبده يبقى باين. يلا بقى، ده الكمون، انا احط التوابل وايه اطلعوا فاصل، بس احط التوابل الاول. انا حطيت كده الكمون، كزبره، احط فلفل اسود، واحط حبه بهارات، بهارات عشان الزفار، وهحط ايه كمان، هحط شقشق ميه بسيط قوي، وفاصل ومستنياكم ان شاء الله. يا مساء الفل، احنا كده الكبده بتاعتي شبه خلاص، بس انا اروح ابص على الطاجن. زي ما قلت اوعي تنسيه، لان هي كل حاجه مستويه، هو كده وصل اللي انا عايزاه بالظبط. يعني انا بس ايه بقى، بالراحه بقى، عشان انا بخاف قوي من الفرن، فايه خلي بالك. ادي الرز بالبشاميل، تمام كده، طبق يعني فيه كل حاجه، مغذي جدا، وقعدنا تدوير حاجه عندنا في البيت ممكن كانت تترمي، تفضل لغايه ما تنشف في الثلاجه وتترمي، تمام. ممكن مش عايزه تحطي خضار، حطي لحمه معصجه زي ما قلت، او فراخ او اي حاجه، تمام. انا الكبده نزلت ميتها، عايزه اقول لكم حاجه، احنا ممكن بقى نحط ايه بقى كمان، بقى نعلي التست كده في الكبده شويه، ممكن نحط حبه كزبره هتبقى حلوه قوي، ماشي. ناخد كده حبه كزبره، تمام، ونحطها، حبه شبت، حبه بقدونس، يعني اي حاجه انت بتحبيها، يعني انا مش قايلاها في المقادير بس انا افتكرت لما مشيت جنب الكزبره. انتوا عارفين بقى كمان ان اللحمه ممكن تبقى حلوه قوي في الوصفه ديت، لو عملنا نفس الخطوات ديت مع لحمه هتبقى حلوه جدا، يعني اضحكوا عليهم، ماشي. انا هحط هنا حبه وهي على النار، وهخلي الباقي عشان ايه الجرنيشن بتاع الطبق. انا ظبطت الملح بتاعها اثناء الايه الفاصل، فيها شقشق ميه بسيط، وشايفين الصوص بتاعها ده بيبقى حلو قوي، عشان كده بقول لكم بالعيش احلى. انا بقى عايزه احط البطاطس دلوقتي، مش عايزه احط البطاطس لما تشرب الميه اللي فيها، عشان البطاطس تشرب من الصوص ده بيبقى طعمها حلو جدا. فانا هنا هي البطاطس بتاعتي حطيتها، هقلبها بقى كده، يلا بقى ايه نسيبها شويه كده على النار مع نفسها، وننزل بمقادير الفراخ او شاورما الفراخ، اعاده تدوير، تمام، للفراخ اللي عندي. انا الفراخ اللي عندي دي النهارده دي كانت فراخ عندي كانت معموله على الجريل مش مسلوقه، تمام، هنزل كده حاجه على النار. فننزل بالشاورما الفراخ، اعاده تدوير الفراخ البيت عندي، تمام، بواقي فراخ بقى، صدور وراك، مسلوق، مشوي، جريل، زي ما انا النهارده فايض عندي اي حاجه. عندي بصل جوليان، وعندي فلفل الوان جوليان، طماطم جوليان، 3 معالق خل، معلقتين صويا صوص،
اربع معالق كاتشب وبصل باودر وتوم باودر وكاري وفلفل اسود وبقدونس. هي المقادير معايا على الشاشه اهيت، بس هقولها لكم تاني. بواقي فراخ ايا كان عندك مسلوق او مشوي، بصل جوليان وفلفل الوان جوليان، طماطم جوليان، تلات معالق خل، معلقتين صويا صوص، اربع معالق كاتشب، بصل باودر وتوم باودر وكاري وفلفل اسود وبقدونس للتزيين. بصوا بقى يا ست الكل، انت وهي، انا هقول لكم حاجه، انا الشاورما بعملها كده حتى لو بفراخ فريش، مش بسوي كله في طاسه واحده، انا بعمل طاستين تمام عشان احافظ على الخضار زي ما هو فريش كده، ما يبقاش دبلان. فانا هنا عندي الفراخ، انا اوريدي مستويه عندي، لكن مش مستويه يا كارول. هقول لك بقى، هاتي الفراخ وقطعيها، معلقتين زبادي مع شويه البهارات اللي انا قلتهم دول، مع معلقه مستردة، وتبليها. عندي بقى طاسه اهيت، هنزل بايه بقى دلوقتي؟ اجيب بس كده حاجه وانزل بالبصل الاول. تمام، ادي كده نزلنا بالبصل. انا بحب في الشاورما البصل احسه، الفلفل احسه، يعني ما يبقاش مهري. فالخطوه اللي انت بتعملي كل طاسه لوحدها ديت دي حلوه. تمام، احنا كده دي كمان كده قربت اهيت، بس خليها كمان ايه سيكه كده شويه. ماشي، ادي البصل. نفترض بقى دلوقتي انت عندك الفراخ فريش مش مستويه، تعملي ايه بقى؟ نفس الحوار كده بس طاستين. تمام، انزل بقى بالثوم، بالفلفل الالوان عليه. طب هي مش هتبقى جوسي عشان هي الفراخ مستويه، اقول لك بقى خطوه الجوسي هتبقى بايه. بس نسيب الفلفل شويه يدبل شويه. انزل اخد الطبق ده، شكله هيبقى ظريف للكبده. ادي الكبده بتاعتي، زي ما قلت بقى بالعيش هتبقى تحفة، وبالكبدة الكندوز هتبقى حلوة برضو. كل بقى الصوص ده في العيش بيبقى جميل جدا. تمام، انا بقى هنا مخليه شوية فلفل، انتوا عارفين ان انا بعشق الاكل السبايسي شويه، فبدخل الفلفل الحارق فيه شويه كتير. احط شويه كده، اجيب منديل. بس ادي الطبق التاني بتاعي جاهز زي الفل. تمام، ارجع بقى هنا لايه، للشاورما بتاعتي. على النار اهي البصل والفلفل الالوان. ننزل بقى بايه بقى؟ اقول لكم ننزل بايه؟ ننزل بالطماطميه، نحط كل المكونات على بعض. تمام، ايه بقى اللي هيعمل الدنيا تبقى جوسي شويه؟ بايه؟ بالصويا صوص وبالكاتشب، ممكن تحطي هوت صوص برده، هو ده اللي هيخلي الموضوع ايه جوسي شويه للشاورما. بس انت كده قعدتي تدورها وما رميتيش الفراخ اللي فاضت. وفي عيش سوري بقى تمام، في عيش شامي تمام، في عيش بلدي سخن كده وجاي من الفرن هيبقى حلو برده قوي. الالوان هتبقى بتلعب لعب كويس جدا. يلا بقى بصلك الباودر، وادي الثوم، وادي الكاري والفلفل الاسود. احنا اوريدي الفراخ متبله ومتحيقه، فاحنا مش محتاجين نحط ايه التوابل، احنا عايزين نحيق البصله بتاعتنا. طبعا لو انت بتعملي بقى شاورما عاديه، اعملي طاسه هنا والطاسه الثانيه تبقي بتسوي عليها الفراخ، لما الاثنين يستووا حطيهم على بعض. كده انت خليتي الخضار زي ما هو فريش وكويس، والعصاره بتاعت الفراخ ما نزلتش عليه، وكده كده الحاجه هتبقى جوسه اهيت من المكونات اللي احنا قلناها. ننزل بقى بالفراخ بتاعتي. انا طبعا قطعتها قبل الهواء، بس دي زي ما قلت لكم دي كانت صدور مشويه على الجريل. قلبيها بقى شويه كده والبقدونس احنا هنحطه فوق الوش جرنشن بيها. تمام، ايه رايكم بقى لما اقول لكم على مكونات عصير الافوكادو؟ عشان الوقت بتاعي، انا عندي عصير الافوكادو. طبعا اهم حاجه تبقى الثمره طريه، لقيتيه ناشف في السوق يبقى تستني شويه هاتيه
وعينيه عندك في المطبخ هيطرى معايا على الشاشه. ثمرة افوكادو، مكعبات تلج، بولة ايس كريم، وحليب وعسل ابيض للتحلية. تمام، يبقى عندي ثمرة افوكادو وعندي مكعبات التلج وبولة ايس كريم وحليب وعسل ابيض للتحلية. ممكن نقول كده قبل ما نشتغل فيها القيمة الغذائية بتاعت الافوكادو. عندي بيساعد في زيادة الوزن لمن يعاني من النحافة، لأنه غني بالفيتامين المفيدة للجسم، وبنستخدمه أيضا للتخلص من الوزن الزائد، بس بيبقى بكميات محدودة لمن يعانون من السمنة، لأنه غني بالبروتين والدهون والألياف اللي بتساعد على الإحساس بالشبع، يؤدي إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم، لذلك هو يعد مفيد جدا لصحة القلب والشرايين. بيساعد برضو في تجديد خلايا البشرة ومحاربة التجاعيد والشيخوخة. والأفوكادو غني بالمواد الكيميائية اللي بتساعد على مكافحة السرطان. وطبعا احنا الدكتورة هبة اتكلمت معايا في اول الحلقة على فوائده الكتيرة. كده برضو الطبق ده كده بتاعي كده خلاص برضو خلص وجاهز للتقديم. تمام، اقدمه نروح بسرعة نعمل العصير، هو مش هياخد وقت مني. تمام، يبقى احنا كده عندنا طبقين النهارده كانوا في الثلاجه ومش هياكلوهم، جددناهم واشتغلنا فيهم، وان شاء الله يعجبكم. زي ما قلت، لو الفراخ عندك مش جاهزه او مش بايته، الزبادي مع معلقه مستردة مع بهارات شاورما، او بتحط لها نفس البهارات اللي احنا حاطينها في المقادير. حبه بقدونس، لا هي الشاورما بقدونس. تمام، وادي كده الطبق الثالث بتاعي خلص. تمام، انا هنا بقى هجيب الخلاط. بصوا، هو ليه طريقتين، هو ليه كذا طريقه، بس انا هقول لكم انا هعمله النهارده بالايس كريم. ممكن يتعمل من غير ايس كريم، ممكن تحليه بسكر، بس هو الاحسن تحليه بعسل، ممكن تحليه برضو بدبس التمر، ممكن يتحلى بيه، ممكن تحطي فيه معلقه تمر. هي زي ما انتم شايفين هي مستويه اهيت. طب سوري بقى كده، اخد واحده تانية. ادي هي زي ما بقولك، هاتيها واركنيها على رف في المطبخ هتستوي. تمام، انا هنا هحط نحط التلج فيها. ماشي، نحط كوبايه الحليب، نحط العسل، ممكن تحطي كمان سوداني، ممكن تحطي كاجو، كل ده بيعلي القيمة الغذائية. زي ما الدكتور كانت بتتكلم معانا وقالت هو كويس قوي للي عايزين يعالجوا النحافة، اشربي العصير ونامي. تمام، ادي بولة الايس كريم حطيناها، يبقى احنا كده حطينا الافوكادو وحطينا بولة ايس كريم وحطينا نص كوباية حليب وحطينا مكعبات التلج والعسل. تمام، حط بقى هنا كده الفيشة هو تقيل، بس انا هجيب حبة مية، انا هجيب حبة مية شوية ايه اظبط بيها الدنيا، عشان بس الخلاط يتحرك شوية، لان هي تقيلة واحنا مش عايزينه خفيف لان هو بيبقى تقيل. تمام، في ناس ممكن ما تبقاش عايزاه بالايس كريم والحليب، يبقى مكعبات تلج وعسل والافوكادو بس. تمام كده، هو عصير غني، يعني هو فعلا تقيل، يعني انت لو بتعملي دايت صعب تشربيه. ماشي،
هو تقيل زي ما انتوا شايفين كده، هو ما بيبقاش خفيف، بس هو مفيد جدا جدا جدا. يعني انا من وجهة نظري هو وجبة مش عصير. تمام، زي ما قلت احنا ممكن نحط عليه مكسرات كمان، ممكن نحط عليه سوداني، ممكن نحط عليه كاجو، عين جمل، واحنا بنضربه في الخلاط. وممكن نعمله من غير الايس كريم، يبقى مكعبات تلج مع العسل معاه هو وبس. النهارده كان معانا اعاده تدوير لطبقين على سفرتنا. النهارده كان عندي الرز بالبشاميل قعدنا تدويره، كان عندي صدور فراخ قعدنا تدويرها لشاورما، وعملت طبق فريش بقى جديد، عملنا كبد الفراخ بالبطاطس، وعملنا العصير الحلو ده. سعدت بيكم النهارده، ويا رب اكون ارضيتكم بالاصناف، والسلام عليكم.